الإمارات حريصة على المتابعة فيما يخص الاتفاقيات التي تم العمل بها بالسابق من خلال عدة لقاءات جرت في دول الجوار، في دول الخليج أو في الدول العربية مثل مصر والأردن، وتم عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة، والآن يأتي هذا اللقاء لمتابعتها. العنوان الرئيسي للقاء هو ازدهار المنطقة، والإمارات حريصة دائما على التنسيق فيما يخص هذا الموضوع والتأكيد على اهتمامها دائما بازدهار منطقة الخليج والدول الصديقة والشقيقة. واللقاء اليوم عقد، وهناك أيضا عدد كبير من الرؤساء، رؤساء العالم موجودين على أرض أبو ظبي لحضور قمة الاستدامة في أبو ظبي. وهذا الأمر مهم جدا، يعني الآن الإمارات معنية بازدهار المنطقة بشكل كبير جدا من خلال عقد شراكات على أرض الإمارات مع دول أخرى والتوسط فيما يخص هذا الأمر للتأكد من أن الازدهار يعم المنطقة، وهناك أيضا وما إلى ذلك. خرج عن هذا اللقاء التأكيد على ضرورة التعاون وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات بين الدول العربية. هذه الخلاصة أو هذا الاستنتاج، هذا المقترح ليس بجديد، كل اللقاءات والاجتماعات العربية تخرج بنفس هذه النقطة. لماذا لا يتم التنفيذ؟ ما الذي يعطل تنفيذ هذه المقترحات وهذه الاستنتاجات؟ يعني التنسيق يعني على مراحل يعمل على تنفيذ هذه الاتفاقيات. الإمارات عقدت هذا الاتفاق اليوم للتأكيد على أنه يجب أن ننفذ ما اتفقنا عليه في السابق لاحترام خصوصية الدول واحترام سياسات الدول وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. وهذا الأمر يعني تعتني به الإمارات دائما في علاقاتها مع الآخرين، وتعتني به في المنطقة وفي على مستوى الإقليم. لذلك أعتقد بأنه ما يعطل تنفيذ الاتفاقيات بهذا الشأن هو عدم التنسيق. لذلك الاجتماع اليوم، الاجتماع التنسيقي مهم في هذا الإطار.